صفات الكاتب الفصيح ووظائفه حسب الأديب مصطفى صادق الرافعي: أن يكون للكاتب أسلوبا خاصا، أن تكون عبارته مؤثرة، أن تثير ما سكن من الخيال، أن يعيد صياغة الحقائق الحادثة صياغة كلية في أسلوب أدبي بلاغي معتمدا على تصوراته الإسلامية، أن يرشد الحوادث الحقيقية الموجودة في العالم ترشيدا عاقلا فيأخذ بأحسنها ويحاول الاستفادة من سيئها. إن للكتابة هدفا وغاية وليست عبثا، بل إن للحياة بأكملها هدفا وغاية حددهما الله تعالى، وهما عبادته وتوحيده وعمارة الأرض. ومهمة الكاتب توضيح المبهم والغامض وإكمال الناقص وإجمال المفصل وتفصيل المجمل وتبيان مواطن الجمال وإرشاد العالم وتوعية الناس. إن من صفات الكاتب الإيثار وتفضيل الآخرين وهدايتهم على راحته ووقته، بل الاهتمام والعمل من أجل الأمة تحدى الاحتراق الذاتي لينقذ الآخرين. من الملحوظ أيضا أنه عندما يعتنق الكاتب المسلم الإسلام حقا وتمشي تعاليمه في عروقه مجرى الدم وتجيش نفسه بالوحي المقدس، فإنه حينها تتحول الغاية السامية التي يريد الوصول إليها إلى وقود في ذاتها في نفسه، فهي غاية سامية وهي دافعة لها ووقود لأوارها في ذات الوقت. إن كل إنجاز قد يبدو بسيطا سهلا عند تمامه، لكننا لا ندرك كم عانى صاحبه من مصاعب. إن القوة التي تنبث في المرء أو الكاتب عندما يعتنق الإيمان إيمانا كاملا تدفعه إلى العمل.